في ايه يا راجل؟ ما انت مش لازم كل حاجه تعرفها، بس غالبا محتاجين مساعده، وانا كنت مديها لهم. غلابه؟ اغلب مننا؟ انت بتستعبطي، وجبت الفلوس دي كلها منين؟ انا سالتك ما معكيش 100 جنيه سلف، قلت لا. هي مش فلوسي، انا حياه مصلطيه، باخد من هنا واحط هنا. الله الله، ده ايه ده؟ تعالي هنا كلميني زي ما بكلمك. انا راجل دم حر، انا مش شرابه خرج، ولازم اعرف ايه اللي بيحصل في بيتي، والا قسما بالله العظيم يا نجاد لكل اللي لا دي اخر عشرتي معاكي. ليه يا راجل؟ ده سر بيني وبين ربنا، سألني وربت نفسي فيها بقالي سنين طويلة. بقول يا رب، يا رب راضي ما يعرف ولا ياخد باله. انت يا نجات ما تكلمنيش بالألغاز. انت فاكر ايه؟ ما بحسش، ما عنديش نفس. وانت لما هربت مين من البلد، لما الديانة اتكتروا عليك وجيت بينا على هنا، كنت بتعمل ده عشاني، مش عشاني وعشان بنتك. حملك تقيل وقعت في نص السكة، وحملك المعطر، اعمل ايه؟ اقف اتفرج عليك ولا لم وراك؟ بيت عقلك. بقولك ايه؟ ما تخليش الشيطان يلعب في دماغي. بتجيب الفلوس دي منين وبتديها لمين؟ الفلوس دي تعمل كرامة بنتك مني. ده من فاكرة قابتنا خدامين تحت رجلين الناس، ده من رفعت راسك اللي ادينا حنيها من ساعة ما سبنا البلد وجينا على هنا عشان نكنس ونمسح لغيرنا. انت فاكرة لما هتقولي لي كده هسكت؟ قسما بالله العظيم يا نجات لو ما اتكلمت لا كنت... لا لا يا رب لو بتقولها سدد الديان اللي في البلد. كل كم شهر بيجي لي الراجل اللي انت شفته بدي له الفلوس، بيروح البلد بيسدد الدين وبيجيب لي الكمبيالات والشيكات. انا سددت ثلاثه من الديانه يا راضي. لا كلام ما يخشش الدماغ، ده احنا لو جمعنا كل اللي قبضناه من ساعه ما جينا هنا ما يسدش الدين ده يا نجاه. طب استنى انا هوريك. لما عرف بقى يساعدني من تحت لتحت، كنت عارف بقى الدكتور عاصم كريم وإيده فرطة. انتي انا هيت يا مومي، خلاص مفضلش غير اتنين بس من الديان، والدنيا يسقط والحكم اللي عليك يسقط وراه، ونرجع البلد رافعين راسنا فوق في السماء، ونفتح محل وتجر فيه شغلك اللي بتعرفه، وبنتك تبقى محامية قد الدنيا، ويشاوروا عليها ويقولوا بنت راضي، راضي أبو رمضان التاجر الكبير أهي. عليكي من ده بقى يا نجات؟ تاخد راجل مكفي على وشه ومتكسر 100 حتة وتفضلي تلصمي فيه طول عمرك عشان يقف تاني على رجليه. عليكي من ده بإيه؟ انتوا منا تتبعتر كرامتكوا عشان ذنب مالكمش ذنب فيه، عشان تجربوا حكم النفس على النفس، عشان الراجل بتاعكم ستره مكشوف وجوده زي عدم. لا يا راضي فاشل، انت سيد الرجاله. ايوه ارفع راسك لفوق واصلب طولك،
نفسي نخرج من هنا واحنا راسنا مرفوعه في السماء. مش كنت بتقولي ان انا اختك وامك وحبيبتك؟ وانت شايفني كده بجد لوحدي وحقيقي. اوعى توطي، ما توطيش، ارفع راسك. السلام عليكم. بلبلة، انت ايه كنت فين يا بنتي وغبتي قوي كده؟ رجلي فقفقت يا عم صبري من كتر المشي، مش قادره ادوس عليها. طب تعال تعال تعالي اقعدي هنا. على ما اقعدي. قولي لي انت كلتي؟ لا. طب اعملك حاجه تاكليها؟ لا 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 انا مش جعانه، عايزه بس ارمي جتتي على السرير عشان ارتاح من الدنيا باللي فيها. طب استني بس، قولي لي ايه اللي حصل؟ قفلت في وشي يا عم الحاج ورجعت الشارع تاني، ساعتها ما جاش في بالي غيرك اقصد واجيلي. انت عارفه يا بلبله انت زي بنتي، بس يعني عارفه عارفه اني لبستك نصيبه النوبه اللي فاتت، بس انا مش هطول ليله ولا ليلتين بالكتير ادبر حالي. بس انت برضك ما يرضكش رميتي في الشارع ولا النوم على سلم المترو. طب ايه رايك؟ انا جات لي فكره كويسه. خير خير يا عم قريب. تقعدي مع ام بلوزه. يا ليلى سودا، لا هو انت عايز تخلص مني بس بالذوق؟ انا اقعد مع الوليه استور بومه السود الحديه ام وردان دي؟ دي كانت تقعد عليا تبططني. يا بنتي انت فاهمها غلط، هي حمائيه شويه بس والله العظيم جدعه وغلبانه يا بلبله. لا يا عم صبري خلاص، لو مش هينفع تقعدني معاك انا هشوف حالي في اي سكه تانيه، بس الوليه دي لا هطيني ولا هطيها. طب استني بس، تعالي اسمعي الكلام. تعالي يا عم صبري، مش عايزه اقعد معاها. يا بنتي اسمعي الكلام. يا عم صبري والنبي بقى. أنا أليوب يا أم بلوزة. خير يا قلبي؟ اللي جاب البنت دي معاك؟ أنت يعني لازم تتسحب من لسانك وتقول لهم إن أنا اللي قلت لك تيجي من السفر؟ إيه ده؟ مش دي الحقيقة؟ أكذب يعني؟ لا يا أخويا ما تكذبش. فين الفلوس؟ فلوس. تعالي على حجري بقى. بص يا حبيبتي، تقولي لي أخبار مالك إيه؟ أديكي فلوس. هتجيب الفلوس اللي سرقتها من سنة ونص بفوائدها هتكلم، مش هتجيب الفلوس خلاص انا مش عايزة اتكلم في موضوع مالك ده اساسا. منك يا طويلة انتي. امسكي. ايه دول يا بابا؟ 20 دينار؟ انت رايح تشتري كيس شيبسي؟ شيبسي مش عاجبينك؟ انت عارف العشرين دينار دول بكام مصري؟ بكام؟ 235 جنيه. قولي بقى اخبارها ايه مالك؟ مش انت لما تقدمت الملك قبل ما تسافر واهلها رفضوك وبعدها هي اتخطبت لطارق اتقهرت وخدت في وشك وطفشت من البلد كلها؟ انجزي، مش لازم ذكرياتي المؤلمة، اخلصي. ما بقتش مؤلمة خلاص. ازاي؟ جوازة ملك بتتفركش والسكة قدامك مفتوحة على البحر، هتخش هتجيب جول. شكلك كده أول واحدة هتاخد فلوسها. ايه الحكايه؟ الحته دي ما فيهاش سمك، احنا ما طلعناش حتى بسريه. ما تستعجلش يا دور، اصبر شويه. ما تستعجلش، وفي حد صابر قدي. طارق. ايه طارق؟ الحق السناره بتشد. طب شديها طلعيها. طب تعالى تعالى ساعدني. شكلها مش صغيره. كويس. شد. طب شد جامد. شد. اوعى تفلت منك. مش هتفلت مش هتفلت. ايه انا اللي استقطعها. وانا ساعدتك. قاعد من الصبح مش عارف تصطاد سمكه اصلا. على فكره طول ما احنا مع بعض نقدر نعمل حاجات كتير قوي حلوه. Thank you.
ألطف يا رب، ألطف يا رب، ألطف يا رب، ألطف بينا يا رب. يا ركاوتش ولا ايه اللي حصل؟ معرفش حاجة، انا بفتح المحل الصبح لقيت الاستاذ سايح في دمه. ومين اللي عمل كده قول لي؟ انا اعرف منين بس يا حاج. وهو فين دلوقتي؟ دخل اوضه العمليات ولما مؤاخذه خدت له الجرح وبعدين نقلوه في الاوضه دي. طيب تعال الطف يا رب. سلامتك، الف سلام عليك يا حبيبي، الف سلام عليك يا غالي. قول لي مين اللي عمل كده قول. يا بابا ما تخافش انا كويس، عمر الشقي باقي الحمد لله. طمنا يا دكتور في ايه؟ الحمد لله يا حاج، ربنا كتب له عمر جديد، جرح سطحي والسكينه كانت بعيده عن كل الاجهزه الحيويه. انا خيطت له 4 غرز مكان الجرح وعملنا له نقل دم، بس المفروض يستنى تحت الملاحظه 12 ساعه. نطمن عليه ويروح. ربنا يطمن قلبك يا دكتور. سلامتك حبيبي، الف سلام عليك يا غالي. يسلمك. والحمد لله على السلامه يا استاذ هيثم. صمت الحملان، عارف لولا متاكد انها حرمه اللي ضربتني كنت قلت ان انت اللي عملتها عشان تخلص منا قفص. يلا يا غور من هنا يا صباح الخير يا عم ايوب. صباح الفل يا ابو البوله، ايه كل النوم ده؟ نوم ايه؟ هو انا نمت غير مع فلقة الصبح؟ الوليه عماله تشخر ولا القطر الانجليزي بتاع زمان؟ بتقول ايه يا بنت انت؟ ما بقولش انا برضو اللي بشخر؟ ولا انت اللي عماله تتقلبي يمين وشمال ومله السرير تزيق لما صورتيني؟ خلاص انتوا هتمسكوا في بعض ولا ايه؟ يلا عشان نفطر، ده انا عامل لكم فطار ملوكي وهو يبقى عيش وملح بدل ما انتوا قاعدين تنقروا في بعض كده زي الديوك الشركسي. يعني الست ولا البنت دي ما فيهاش علامه مميزه؟ يا اصل انا ما شفتهاش يا باشا، كانت لابسه نقاب اسود. طب مصفاك جسمها ايه؟ طويله قصيره تخينه رفيعه؟ وسط في كله يا باشا، ولا تخينه ولا رفيعه ولا طويله ولا قصيره. اصلا انا شفتها لمحه كده يا باشا وبعدين حسيت بالسكينه في بطني. طب انت ليك اعداء او حد بيكرهك او شاكك في حد؟ هيثم ازاي بس يا باشا، ده مجامل الصغير قبل الكبير. طب انت لقيته حاجه مسروقه من المحل؟ انا ما اعرفش، ما روحتش المحل لحد دلوقتي. يا سعاده الباشا مفيش حاجه ناقصه، ده كل حاجه في مطرحها. ده هي غزتني وجريت على طول يا باشا، ده انا حتى شفتها وانا بقى. كفايه بقى يا باشا كفايه، شايف الواد تعبان ازاي؟ انتوا بقى كل مهمتكم يا باشا دلوقتي تجيبوا البت اللي كومته التكويمه السوداء دي. طب سؤال خير معلش، انتوا ما شكتوش في حد معين؟ يا باشا احنا طول عمرنا ناس كويسين وعمرنا ما اذينا حد، بس اللي جد علينا بنت عجيبة كده كنت شفتها غلبانة في الشارع، قلت عطف عليها خدتها وشغلتها عند ناس معارفي، بس هي سابتهم وطفشت. واسمها البت دي؟ اسمها بيقولها سعادة الباشا. هتلاقي شغل العربيات دون هما متدارين وراك وفلوس المتلتلة من ورا تسريح النسوين وعرقهم المتلتلة في الأباحة. معقول حاج عيسى بتاع ربنا يعمل كده؟ مش عيسى، عيسى سكته المخدرات، بس الواد ابنه بطل له الشغلانه دي بعد ما طلع من السجن. بس بعد عنك، الواد ابنه داير بقى من ورا ابوه في سكه النسوان. طب وانت عرفت الحاجات دي منين؟ ما هو طوحه وعيسى كانوا ساكنين في الاوضه اللي انت قاعد فيها. طوحه الله يرحمها ويحسن اليها كانت وليها زي السكر، مش عارفه كانت معاشره الراجل ده ازاي. هي خلفت ابنها هيثم وانا بعديها بشهرين خلفت ابني الله يرحمه، هما الاثنين راضعين على بعض. وايه اللي مشاهم منين؟ بعد ما طوحه ما ماتت بانت النعم عليهم وسابوا الحتة ومشوا، بس ابني وهيثم فضلوا صحاب. طبعا مش اخوات في الرضاعة؟ اخوات، هم الاخوات دول فيهم واحد قتل التاني. يا لهوي، هي البنت دي يا سعادة الباشا؟ هي دي؟ ايه ايه في ايه؟ فيها بيه، فيها بيه وفي اللي وراني عملت حاجة. ضربت هيثم باشا بالسكينة وجت هربت على ايه؟ يخرب بيتك يا باشا، ما عملتش حاجة، دي بنت غلبانة بس. رايح فين يا قليو؟ وده سؤال يا مبلوزة، هغير هدومي واروح ورا البنت الغلبانة دي. منى ازيك؟ الحمد لله، اتفضلي. تسريحة شعرك النهارده قمر. هي هي نفس التسريحة ما اتغيرتش. يبقى أنا بقى اللي شايفاكي حلو. نعم؟ الله، مش تقولي ميرسي، شكرا، أي كلمة حلوة كده تشجعني أقول لك كلام حلو. متشكرة طبعا. طب اتفضلي. بصي، هو الاستاذ مازن في اوضته وليلى هانم في اوضتها، تحبي حضرتك اندهلك مين فيهم؟ طن حاضر. ولا اقول لك؟ بصي يا ستي من غير تكليف، اعملي كوبايه قهوه. حاضر.
اوعي تكوني بتقل عليك. لا لا خالص خالص، تحت امر حضرتك. هو في حاجه حضرتك؟ لا مفيش، مبسوطه بس فعايزه الناس كلها تبقى مبسوطه زي. طب يا رب دايما. انا هروح اعمل لك فنجان القهوه. اوكي. عندك انتي، انا هعمل القهوه. دعاء بقت واحده تانية خالص، ذوق واخلاق وادب. امرك عاجب يا منى؟ يعني انتي لا كده عاجبك ولا كده عاجبك؟ يا ماما مش قصه عاجبني ولا مش عاجبني، انا بس مش فاهمه هي بتعاملني كده ليه. يا بنتي يمكن ربنا هداها وعرفت اننا كلنا ولاد تسع. مازن حبيبي. دعاء جاي لك قلب تنام وانت ظالمني؟ انت بتعملي ايه هنا؟ حرام عليك، ده انا روحي راحت مني وكنت هموت من ساعه ما رميت للدبله وطلعت تجري. انت مجنونه يا بنتي، ما ينفعش تدخلي هنا. ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل كده؟ انا لازم ادافع عن حبي ليك، عن مستقبلنا وسعادتنا. مازن انا مش هسيبك تعمل كده يا مازن، انت بتتلكك لي. لو سمحتي طب ممكن تخرجي بره؟ هلبس وهطلع لك. لا هنتكلم دلوقتي وهنا. يا بنتي ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. امال ايه اللي ينفع؟ انك تقولي مع السلامه اقول لك الله يسلمك؟ ايه مفيش لحظة حلوة ما بيننا تخليك تتمسك بيا حتى لو انا غلطت؟ انت ما غلطتيش، انت خدي ثقتي فيكي. كل ده عشان اتفكيت مع امي بكلمتين؟ ما انت كمان اتفكيت معايا بكلمتين من خوفك على ملك، ولا عايز تقنعني ان ملك لما عرفت قطعت علاقتها بيك؟ يا سلام، يعني كل واحد يقول اي حاجة لاي حد. انت فاكر ملك دي اختك لوحدك؟ انا كمان بخاف على ملك. ملك دي مش بس اختي وحبيبتي وانتمتي، لا دي كفايه عليا انها اخت حبيبي. ده اول سر اقولهولك. ودي اول غلطه. انت مش فاهمه انت عملتي ايه؟ انت حطيتيني في موقف محرج مع امي ومع اختي. عاقبني، اعمل فيا اللي انت عايزه، لكن ما تموتنيش وتطلب مني ان انا اعيش حياتي كلها من غيرك. دعاء انت بتعملي ايه هنا؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. في ايه يا مازن؟ معرفش يا ماما، انا كنت نايم صحيت لقيتها فوق راسي، بحاول افهمها باي طريقه ان كل شيء بينا انتهى. انا خلاص فسخت خطوبتي معاها وسبت لها دبلتها. ايه يا ابني اللي طلعك؟ ما انا كنت نازل. ما انت مش عايز تتكلم في التليفون وانا واقف مستنيك تحت بقالي قد كده. ها قول لي قالت ايه؟ موافقه. بجد؟ امال ما قلتليش ليه يا رخم في التليفون؟ استنى بس، هي موافقه بس مش على الجواز. نعم، يعني ايه ان شاء الله؟ يعني هي عايزه فتره خطوبه الاول لحد ما تشوف لوجي هتتقبل الموضوع ازاي. خطوبه ايه يا ياسر؟ فريده كانت متجوزه قبل كده وعندها بنت بسم الله ما شاء الله زي القمر. وبعدين انت عارف علاقتي بلوجي عامله ازاي، ما افتكرش هيكون عندها اي مشكله. وبعدين لسه هستنى خطوبه وانا عندي كام سنه دلوقتي؟ يا علي فريده عندها حق، الفتره دي مفيده ليها وليك. مفيده في ايه بقى ان شاء الله؟ لسه هدور على شقه ولا هكون نفسي؟ يا علي انتوا محتاجين تقربوا من بعض وتعرفوا بعض اكتر. نعرف بعض ايه يا ياسر؟ احنا نعرف بعض بقى لنا قد كده. المعرفه دي حاجه ومعرفه الجواز حاجه تانية. وبعدين ما تنساش ان فريده خارجه من تجربه مش ناجحه مع اكرم، فاكيد مش عايزه تكرر الغلطه دي مرتين. معلش عشان خاطري خدها واحده واحده. ماشي، خطوبة خطوبة، مع اني مش مقتنع بس هي خطوة. انا مش عارفة انتي بتستطعمي البن بتاع دعاء ده ازاي، هي بتشرب القهوة بتاعتها على الريحة وانتي بتحبيها مظبوط. عجبين طعمها حلو. طب بلاش تتقلي لحسن تسهري، وانتي ما انتيش ناقصة سهر. طب وايه يعني يا ام اسهر؟ اسهر براحتي. طب بلاش الفرحة اللي في عينيكي قوي دي. فرحة ايه يا ماما وانا مالي؟ انا بس مبسوطه ان كل الشر اللي دعاء بتخططه نزل على دماغها في الاخر. الاخر لسه ما جاش يا بنتي. ازاي ده خطوبتها اتفسخت خلاص يا بنتي؟ الاخر لسه ما جاش، والقهوه اللي بتشربيها دي مش بتاعتنا، بنها غالي قوي، عاصم بيه بيبعت يجيبه مخصوص، ولو تعودتي عليها هتتعبي، لا هتعرفي تجيبيها ولا هيعجبك طعم غيرها. تقومي تعملي ايه بقى لو نفسك في القهوة؟ في هنا ربع بن بتاع ابوكي حلو ورخيص وتعودنا عليه. قومي اعملي لك منه فنجان عشان لما تشربيه تستطعميه ما تلاقيش طعمه مر، يمرر بقك ويمرر عيشتك. استني يا شوشو انا اللي هفتح، خشي اوضتك واقفلي عليك. حاضر يا ماما. مساء الجمال والدلال على الحريم اللي ما عندهاش عيال. هي فين؟ جوه. تعالى رجاله. استنى عندك، قول لهم ما يتغشموش عليا، البت ما فيهاش خبطه. ما تقلقيش،
احنا عارفين احنا بنعمل ايه ومفيش تعاوير في الوش. ما قلتلك ما تقلقيش. يلا رجاله فين يا زيزو؟ هاتوها. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ يلا الله. الحمد لله على السلامة. اتفضل. جهزت الفلوس؟ مالك داخلة سخنة على الشغل قوي كده ليه؟ ما أنا خايفة لحسن حد يشوفنا. أنا مش عارفة أنا سمعت كلامك إزاي. حد يشوفنا إيه بس؟ الشركة على فكرة النهاردة فاضية خالص، اللي موجودين دول رجالتي وتابعي، أنا بقى بعرف أظبطهم، والحرامي الشاطر بيستخبى في الاسم. حرامي؟ أنت فاكرني إيه؟ هتبليهم عليا ولا إيه؟ وخلاص بقى، هاتي، هاتي الورقة هاتي. لا، هات أنت الفلوس الأول. تاني يا لولا؟ مخونني تاني؟ على فكرة، الموضوع ده حازز في نفسيتي قوي. حازز؟ لا ما تقلقش، إذن الصرف اللي معايا مكتوب عليه مضاد للحزازية. ماشي. بس خلي بالك. انا لحد دلوقتي بدفع الفلوس دي كلها من حسابي، لحد دلوقتي ما صرفناش ولا مليم. المبلغ المره دي كبير قوي. خلاص بلاش ما دام انت مش عايز. لا بلاش يا لولا والله، اهدي كده وصلي على النبي، الفلوس موجوده ما تلاقيش. اتفضلي اتفضلي يا ست. فلوس ايه؟ انت تقديم كمان ولا ايه؟ اجيب لك مكنه تعد عليها؟ أنا مش بعد عشاني، أنا لو عليا واثقة فيك أنا بعد عشان خالته. أنا مش عارف طلعت لنا منين دي رخرة. سبحان الله، كانت رسمة علينا دور موظف الأمين فشر شادية في فيلم مرات مدير عام. أهلا يا معلم زيزو. يا دكتور. أمال فين الست؟ موجودة بره، أنا قلت أدخل الأول أديك الحساب عشان ما يبقاش قدامها. كلك مفهومية. مش هتعدهم؟ الدار أمان يا معلم زيزو، خليها تتفضل. ماشي. هاتها. ايه ده؟ لا لا، انا ما كنتش فاكر الحكايه كده. امال كنت فاكرها ايه؟ امال احنا مديناك الفلوس دي كلها ليه؟ يا حبيبي انا كنت فاكر انها موافقه. لا لا مش موافقه، والله العظيم ما موافقه. بس يا بنت الكلب. بس ما يصحش الكلام ده، ما يصحش الكلام ده تعمله هنا. قولي لي يا بنتي، انت في الشهر الكام؟ الرابع. يعني في الرابع؟ لو سمحت بقى خدوها واطلعوا بره. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ طب ايه؟ ايه في ايه اللي حصل؟ صاحبتي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اقعد. هتنزل العيل ولا انزل لك اللوز؟ اصوت يا دكتور. صوت يا اختي ولم الدنيا عشان تروحوا كلكم في حديد. بس يا زينب خلاص. انا هعمل لها العمليه. ايوه. بس بعد ما اخلص تشيلوها على طول، ما تقعدش في العياده. وخلي بالك دي في الشهر الرابع، يعني ممكن يحصل لها حاجه. الاعمار بيد الله ومحدش بيموت ناقص عمر. انا هاخد 10 كمان زياده وتراضي زينب. ماشي. وعينيا زينب. انا هاخد الفلوس في الاول قبل ما احط ايدي في اي حاجه. لا يا حبيبي، هتحط ايدك الاول بعد كده انا بنديك الفلوس. زي بعضه. اه. خش. لو سمحتوا اطلعوا بره ونادوا زينب. تعال. ما تخافيش يا بنتي، بس واضح ان الناس دي مش هتسيبك ولا تسيبنا لما ننزلهم. عشان كده انا عايزك تساعديني عشان ما يجرالكيش اي حاجه. ماشي. انا هندهلك زينب دلوقتي، هتاخدك تستحمي وتتشالي. اتفقنا؟ ايه ده؟ انا عملت لك نسكافيه اللي انت بتحبه.
شكرا يا مريم. طول عمرك عارفه انا عاوز ايه قبل ما اطلبه. هو انت كويس يا مازن؟ ماشي الحال. طب معلش يعني هو انا ممكن اسالك سؤال؟ انت زعلان عشان انت ضايق سبت بعض؟ انا عايزين اعمل ايه؟ انا بنحب بعض من زمان قوي. بنت المجنونة. انا فتحت عيني على الدنيا لقيتني بحب دعاء. مش عارف ممكن اعمل ايه من غيرها. طب ليه مش عامل لنفسك خطة تانية؟ عشان لما الأولانية تدور ما تبقاش شكلك زي ما أنت دلوقتي كده. هو المفروض الواحد لما يحب واحدة ينزل بخطتين؟ إن شاء الله المرة الجاية بنزل 4-4-2 أضمن برضه. الواحد لما بيحب واحدة ما بيبقاش عامل حسابه ما تسيبه هيعمل ايه. يا بختها يا بختها ان في حد بيحبها قوي كده. تعبان قوي انا. حاولت اخرج مش كلها انت بتفكرني بيها. حتى بيتي كانت بتقعد معايا. الموبايل ده انا كنت بكلمها بيه. حاسه بيك يا مازن. عارفه لما تكون بتحب حد ومش لاقي جنبك. ما هي مدام الحكايه كده. وابن البيبي يحب بنت البواب. كان لازمته ايه اللي عملته معايا؟ يا دعاء صدقيني مفيش حاجه انت فاهمه غلط. غلط؟ وانت بتغنيني وخدي دبلتك. كان لازمته ايه الفيلم ده كله من الاول؟ وانا اللي موت نفسي عشانك. بس الحمد لله الحمد لله ربنا ما قررش ان انا افضل مخدوعه كتير. شفت كل حاجه بعيني. بس ايدين ونظرات عينين. والله اعلم ايه اللي بيحصل تاني. ما هي فيلم بقى طويلة عريضة ما حدش فيها دريان بالتاني. انت عارفة اني كويسة يا دعاء. والله العظيم والله العظيم انت فاهمة الموضوع غلط. بس انا فعلا كنت فاهمة غلط. بس انا دلوقتي خلاص فاهمة كل حاجة صح. مازن انا متأسفة بجد. انا مش عارفة مش عارفة انا عملت كده ازاي. انت ما عملتش حاجة يا مازن. منا خلاص. طب انا ممكن اروح وراها واتذمها وافهمها كل حاجه. منى لو سمحت سيبيني لوحدي دلوقتي. انا هفهمها. انا منى يلا بعد اذنك. عزه عزه ردي عليا عن امك. عزه ردي عليا حبيبتي. عزه عزه كان عليكي من ده بايه؟ بس بهدلتي نفسك وبهدلتينا معاكي. ردي عليا عزه. توتة روحي اسرقي لها فرخ. وهتاكل ازاي دي يا ماما؟ دي رايحه خالص. لازم تاكل يا بت عشان تعرف تصلب طولها. ان شاء الله زغطها زي البطه. روحي بقى يا بت. حاضر يا ماما. عزه عزه ردي عليا حبيبتي. ردي على امك حبيبتك. عزه لا 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 انت بتصلي؟ اه. طب حرمًا جمعت. حرمًا جدا حرمًا جدا. انا مستني اليوم ده بقالي عمر. متهزرش يا طارق بقى. اهزر ايه وانا لسه هزرت؟ بقول لك ايه انا جعانه قوي. تيجي نخرج نتغدى بره؟ لا كده انت بقى اللي بتهزري. بره ايه؟ احنا هنقعد هنا. انا هطلع المطعم اللي بره هجيب سمك وجمبري وكاليماري وكل الفسفور اللي في البلد. الليله دي لازم ننور. خلاص براحتك بس متأخرش. أتأخر؟ أنا رجعت خلاص.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سترها ولحقوه ما ماتش. طب والبول؟ والبول هتبان وتتعرض بكره على النيابه الصبح علشان معمول لها محضر شرع في قتل. ودي تهمه كبيره؟ امال ايه؟ ده عايزانا محامي حوارتاجي كده عشان يخرجها من قضيه شرع في قتل ويخليها لها مشاجره او يقول ان هو حاول يعتدي عليها او اي حاجه من الحاجات دي يعني عشان يخفف الحكم لما يتحكم عليها. طب يا اخويا لو المحامي خلاص يا حاج انا عندي شغل. مش عارف بس ايه اللي خليها تعمل العمله السودة دي. كانت خلاص بعدت عن سكته وقالت منه لله وخلاص. لازم تعمل العمله دي يعني عشان تودي نفسها في داهيه. بنت بلبله دي بنت غلبانه، لا تعرف تاذي كتكوت لما هتغز الشحط ده. الله اعلم بقى. يا ربي. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اسر ابني محامي كبير. هروح له واخليه يجي يحاول يطلعها. هو ابنك هيتوعك؟ طبعا. هيطوعني لما يعرف انها غلبانه هيطوعني. انت قصدك ما تعرفيش اسر ابني. اسر طيب قوي. حق يا صبري لو ابنك توعك لكن ده بحالكوا اغلى جوزين فراخ عندي. منال ووفاء مش خساره فيكم. منال ايه ووفاء؟ يعني انا اقصر يا ام بلوزه؟ يلا يلا عشان الحق اروحك واروح لاسر ابني. لا انا هستنى هنا شويه اشتري لها شويه حاجات واخلي الامين اللي جوه ده يدخلهم لها. طيب انا هسيبك بقى عشان الحق اسر. ملك يلا يا موكا جبت السمك عرفت. يلا يا موكا عشان لو برد هيبقى طعمه مش حلو. يلا يا موكا بقى هاكل لوحدي والله. يا موكا يا موكا لو علا نايمه هصحيكي على فكره.